السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد غنبارطاجي معكم هاد الزواقه هذه كما كتشوفوا على الفيديو. اختاريتها لكم سهله جدا حتى هي خدمتها بالقطه اللي ديجا بارطاجيت معكم في الفيديوهات السابقه. قلت لكم غنخدم معكم زواقات وقلتوا لي زيدينا، قلتوا لي زعما زيدينا زواقات من هذاك القطاد. درت هذا الشكل هذا اللي سهل جدا، تقدروا ديروه في بلاصه ديال السفيفه، في قفاطن ديالكم، يعني في الحاجه اللي بغيتو نتوما، راه سهل جدا. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، بقاو معايا حتى الاخر. ما تنساوش الا عجبكم ما تنساوش تشجعوني بلي جاي. اول حاجه هي هنايا حديت الطرف ديال الثوب غير باش نوريكم. غادي نسطر السطر اللي غادي يكون الوسط، يعني بحال غادي باش يكون مقاد ونبدا خدامه عليه، باش بحال بلاصه الوسط ديال الجلاب. غادي ندير هنايا خط اخر ونختاروا العرض ديال الزواقه، واش بغيتوها عريضه ولا صغيره. انا درت جوج سنتيم كما كتشوفوا، اختاريت العرض ديال الزواقه. يعني انتما هنا المهم هو العرض ويكونوا الخطوطه مقادين باش بقاو غاديين مقادين، اما الشكل اللي غنديروا الوسط ماشي مهم. المهم انا بقاو معايا باش تفهموا. اول حاجه غادي ناخذ هذا القيطان، هذا ناخذ خيط، ناخذ ابره رقيقه رقم 18 ديال تنبات. علاش اختاريتها رقيقه؟ باش ما كتبانش الدقه ديالها في القيطان، باش ما تبانش الضربه ديالها، يعني كتكون رقيقه وسهله في الخدمه. اول حاجه غادي ناخذ القيطان وغادي نخليه على جوج، يعني بحال هكا غادي نخليه على جوج ونخليه طويل. والحاجه باش تسهل عليكم الخدمه، انا دابا حاطاه ورا عنقي، درت هذاك الشكل كما كنبغوا نخيطوا القفاطن والجلالب، بحال المعلم كيدوروا على عنقه. ملي كديروا هذه الطريقه تبقاو نتوما خدامين وما كيتخبل لكم الخيط، لا والو، مدورين على عنقكم وانتوما خدامين، يبقى داك الخيطان مسرح وكتخدموا على خاطركم. اول حاجه غنبقى غاده بحال هكا، غادي نخلي هذوك الخيوط يكونوا يعني لاصقين باش يجيني بحال الشكل كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، يجيني يبان عريض الخيط. مبغيتش نديرو على واحد، بغيت نديرو على جوج. صافي غادي ندير نبدا خدامه بحال هكا، غادي ندور. يعني الفيديو راه كما كتشوفوا، انا واخا كما كنعرفش نشرح، كيف ما كتشوفوا راني خدامه، يعني راه باين الشرح واضح. هنا ماشي مشكل يكونوا هاد هكا الدورات هادو مقادين، ماشي مشكل، يكون غير العرض اللي يكون مقاد، ما يبانش جنب خارج وجنب داخل، يعني يكون سطر واحد. اما هنايا الدورات اللي غنديروا ديال الوردات ماشي مشكل، واخا يكونوا عشوائيين كيجيو زوينين، ماشي زعما واخا ما يكونوش مقادين. الدور بحال درت هاد الورده ونعاود ندير الورده اللي غادي نعوج هذاك القيطان، ماشي مشكل يكونوا ماشي قد يعني ماشي مشكل. هذا هو كيفاش كيبان، راه كيخدمه بايدك وكيبان عنده واحد الجماليه، كيبانش بحال ديال الماكينه. يعني بحال هاد الدوره اللي درت ماشي مشكل ما تكونش قد الاخرى، يعني عادي، غير حاولوا ان الجناب كما قلت لكم يكونوا مقادين. صافي غنبقى غدا بحال هكا البنات، سهل كما بارطاجيت معكم في فيديو سابق. يعني كنمشي كنبقى ندخل البره ونحاول نرجع عند واحد الدقه اللي تكون صغيره باش ما كيبانش الخيط. نتمنى يكون الشرح واضح، وراه سهله البنات كما كتشوفوا، سهله سهله جدا، خصوصا الا كان كيعجبك هذا الشيء، الا كانت الهوايه ديالك هذا الشيء راه غادي يجيك ساهل. كما كتشوفوا كنبقى غاده غير بحال هكا، دقه حدا دقه باش كيتقبط ليا مزيان، هو راه ما كي ملي كتثبتوه مزيان ما كيبقاش يتحرك وما كيبانش كاع كيفاش دايره ليه. الا هزيتيه مباشره ما كيبانش كاع كيفاش خدمتيه، ما كتبانش الدقه ديال البره بالمره، كيبان بحال لاصق ولا شي حاجه، وانت راه خادمه غير بالايد وكيجي زوين. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، نخلي الفيديو، يعني راه الفيديو شارح نفسه بنفسه. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش انكم تشجعوني بالجيم ديالكم باش دائما بارطاجي معكم اي حاجه اللي نستافدوا منها نستافد منها انا، وتستافدوا منها ونستافدوا كلنا ان شاء الله. و